فإذا جاءت المحن تباينوا وكفاءات تعدكم لتكونوا جاهزين. احنا حبينا في تخريجنا ان ناكد شعارنا اللي بدينا فيه في كفاءات ان احنا تدريبنا غير، حتى لما ينتهي التدريب بنحب نكون مختلفين متميزين ونخرج طلابنا بطريقه مختلفه، اول يشعروا فيها بالفخر والسعاده انهم انتموا لكفاءات، وثاني شيء انه ندعو ل يعني للفكر الجديد اللي طرحته كفاءات في عالم التدريب وبالتحديد في تركيا. احنا عندنا اليوم بنخرج دورتين مميزات جدا، اولها دوره اعداد المراسل الصحفي والثاني دوره تصوير فوتوغرافي وفيديو. هاي يعني دورات اول مره تعقد في الشمال، منطقه الشمال كلها، اليوم بنخرجهم ان شاء الله، وعندنا دورات كثير مميزه جايه على الطريق. في مفاجاه حتسمعوها اليوم ان شاء الله بالحفل على دوره لاول مره تنزل بفلسطين، ودورات كمان خاصه بالنساء بالامهات ربات البيوت، عاملين دورات جديده نستهدف شريحه جديده من الزبائننا والناس المهتمين فينا نزولا عند رغبتهم ورغبه الناس كلها انها تحتك في كفاءات وتجرب كفاءات. التحقت بهذه الدوره لاحتياج لهذه الدوره، وطبعا تفاجأت بمدى انجازيه هذه الدوره وايجابيتها وفعاليتها معنا، وكان تدريبها ما شاء الله يعني ممتاز جدا جدا وفوق ما كنا نتصور. وتوقعنا الواحد بس يفوت يعرف كيف يحمل الكاميرا، لكن بالعكس عرف بني ادم شو معنى الكاميرا وشو معنى التصوير واليه التصوير واليه التصوير الفوتوغرافي او كان على الفيديو، واستفدنا منها في هذا الموضوع. استفدنا انه احنا كسبنا الخبره والشهاده من هذه الدوره اللي تفتح لنا المجال الواسع في العمل في الحياه الاجتماعيه الموجوده احنا موجودين فيها احنا حاليا. طبعا تدريبنا غير بكفاءات لانها مميزه جدا ممتعه جدا، كان عملي وتدريبي ويعني كان كثير مميز. كنا نروح او ايش كنا خايفين بصراحه، انه انا بشكل خاص مش متعود بالانخراط في هذا المجالات، لكن لما شجعوني أهلي وتوجهت لهذه المؤسسة كثير كانت خطوة رائعة جدا، وواجهتني شوية صعوبة بالأول لأنه ما كنتش متعودة بهذا الانخراط، لكن استفدت كثير وأخذت خبرة مميزة، صار عندي معرفة ويعني صرت فيني أحكي مصورة محترفة شوي.